الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم يا أحبة من جديد في سلسلة تصحيح التلاوة. اليوم يا أحبة بنرجع إلى الجزء الأول، بما أن اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، احنا وصلنا لتصحيح الجزء الرابع، بس لا يمنع أن نعود إلى الجزء الأول لبيان بعض الكلمات التي تحتاج إلى انتباه وتركيز في القراءة. على سبيل المثال، غشاوة في الآية السابعة من سورة البقرة الجزء الأول، غشاوة وليست غشاوة، غشاوة النطق الصحيح. وأيضا كلمة كصيب، كصيب، وكلمة يخطف، كلمة يخطف بالطاء المفتوحة. أيضا لا يستحيي، لا يستحيي يا أين. كلمة فرقنا وليست فرقنا، فرقنا. هذه إعادة سريعة للجزء الأول، لأن اليوم معظم الناس يقرأه، فنعيد ونذكر حتى لا يقع البعض في الأخطاء. أيضا اشتروا الحياة، الواو مضمومة، اشتروا الحياة. الباقي إن شاء الله الأمور كلها بسيطة إن شاء الله. في الآية 128 مسلمين، مسلمين وليست مسلمين، لأنها مثنى. إن شاء الله كالمعتاد نبدأ بقراءة وجه من القرآن الكريم. افتحوا معي على الصفحة السابعة من سورة البقرة، صفحة سبعة من سورة البقرة. الصفحة السابعة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. نقرأ من الصفحة السابعة من سورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كلمة وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أوف فمكسورة بدنيا، لا نقرأ خطأ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، غلط، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل. كلمة تلبسوا، الباء ننتبه أن نكسرها، نأتي بها مكسورة، ولا تلبي بي تلبسوا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كلمة الزكاة يا شباب، لاحظ الزكاة في الآية 43، إذا شفتوا الواو فوقها ألف خنجري ما ننطق الواو، ننطق الألف. إذا شفتوا الألف بعد الواو ننطق الواو والألف، فتأتي في الصلاة والزكاة
واو موجودة عليها ألف، فما علينا من الواو أن ننطق الألف فقط، فتكون الزكاة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نقرأ في الصفحة السابعة من سورة البقرة للمتابعين، الآية 45. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كلمة نعمتي، البعض خطأ يقول اذكروا نعمتي بدون فتح الياء، نعمتي التي، هذا الصحيح، النطق الصحيح للكلمة، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أهلا وسهلا بكم يا أحبة. قبل أن نذهب للجزء الرابع عشر ورد سؤال اليوم، فقلت نطرحه، كيف تقرأ الآية 119 من سورة النساء؟ كلمة تحتاج إلى انتباه. أنا أظن يمكن دي أصعب آية في القرآن. أنا الآن بخلي الشاشة عليه وسأقرأ لكم إن شاء الله وتتابعون، واللي عنده قرآن يفتح على الجزء الخامس سورة النساء. لاحظ هذه الآية إن شاء الله تكون واضحة، وأنا الآن بشيل التعليقات حتى تكون أوضح إن شاء الله، وبعدين في آخر عشر دقائق نفتح التعليقات بإذن الله تعالى. هذه الآية يا أحبة في سورة النساء هي آية تحتاج إلى انتباه وتركيز، كلمات صعبة لازم نقرأها بشكل صحيح. سأقرأها لكم وتنتبهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضح إن شاء الله. ولأضلنهم ولأ أنا ما أشوف صراحة، لأن خلنا مضبوط هذين، أيوة كذا أوضح لي. شوفوا يا شباب الكلمة هذه أول كلمة، ولأضلنهم، نون مشددة نمكث مقدار حركتين، نقول ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. شفتوا هذه الهمزة ما بين الألف، هذه ما بين الألف واللام، هذا مد. ولآمرنهم، هنا الكلمة هذه يخطأ فيها كثير. من يعرف يقرأ هذه؟ فليبتكن، فلا مو فليبتكن، لا خطأ، فليبتكن زين، فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم. أيضا هذه الكلمة صعبة، تنتبه لها أيضا. وش هي؟ الناس تقرأها فليغيرن، خطأ،
فليغيرن خلق الله. هذه الكلمات تحتاج إلى انتباه وتمرين، يعني بتقرأها عدة مرات بشكل خطأ، لازم تتمرس فيها. سأقرأ لكم الآية الآن من جديد. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هذه الآية حبيت نتطرق لها ونعود إن شاء الله. نعود لكم من جديد أحبة. الآن عودة إلى الجزء الرابع. الجزء الرابع نفتح على صفحة 97. وعلى فكرة شباب، قبل ما أبدأ أحب أذكر الأخوان المشاهدين، قراءة القرآن يا أحبة في شهر رمضان لها خصوصية. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يبغى يعطينا حسنات كثيرة. شوف، شهر رمضان يتميز بالحسنات الكثيرة جدا جدا جدا. كيف؟ أضرب لكم مثال. قراءة القرآن في غير رمضان، إذا قرأت حرف واحد لك 10 حسنات، اتفقنا؟ طيب إذا قرأت 10 حروف لك 100 حسنة. القرآن إذا حسبنا كل الحروف وضربناها في 10 تقريبا أكثر من 3 مليون حسنة تحصلها في غير شهر رمضان، اتفقنا؟ وصلت؟ زين. فأكثر من 3 مليون حسنة إذا قرأت القرآن في غير شهر رمضان. طيب شهر رمضان وش الخصوصية؟ وش اللي تبشرنا فيه؟ شباب، شهر رمضان في الحديث الشريف بما معناه من قرأ آية أو من تلا آية واحدة في شهر رمضان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. يا سلام، آية واحدة تساوي ختمة، يعني كل آية تقرأها تساوي ختمة، تساوي أكثر من 3 مليون حسنة. مو بس 3 مليون حسنة، بل ويمسح عنك أكثر من 3 مليون سيئة. هذا إذا قرأت وإيش القرآن في غير رمضان. في رمضان إذا قرأت آية، تقرأ آية واحدة في شهر رمضان تعطى أكثر من 3 مليون حسنة ويمسح عنك أكثر من 3 مليون سيئة. هذا بالحساب البسيط. تخيل اللي يقرأ القرآن ليلة نهار في شهر رمضان ويختمون الختمات، وش لهم من الله عز وجل؟ عطانا هذه الفرصة لنتزود من تلاوة القرآن حتى نحصل على الأجر الكثير. وفي هذه النافذة يا أحبة نحاول أن نعلم ونضبط التلاوة، فلا نقرأ القرآن هدرمة سريع ومثل ما يجي، لا، نحاول نضبط التلاوة. زين، نفتح على صفحة 97، عفوا صفحة 62. صفحة 62 الآية 97. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، حج وليست حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ننتبه إلى كلمة حج،
وفي الآية 99 الآية 99 كلمة تصدون. نعم، قل يا أهل الكتاب لم تصدون، وليست تصي تصدون. البعض لهجة ينطق الصاد مكسورة. احنا فاتحين على صفحة 62. إذن الصحيح لم تصدون، تصدون. أيضا نفتح على صفحة 104 عفوا 63 الآية 104 أول كلمة في الآية 104 ولتكن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. كلمة ولتكن وليست ولتكن، مو تكسر اللام، ولتكن اللام ساكنة. وفي الصفحة 65 افتح على صفحة 65 الآية 117 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، صر أصابت حرث قوم. كلمة صر ليست صر بفتح الصاد بل بالكسر، صر أصابت حرث قوم ظلموا. في الوجه الذي يليه صفحة 66 الآية 124 نعم كلمة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، مو ألن يكفيكم، الياء تنتبه إلى الفتحة، ألن يكفيكم. وفي نفس الصفحة الآية 125 الآية التي تليها بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين وليست مسومين، الواو مكسورة، مسومين. في الآية 144 صفحة 68 أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. كلمة يضر وليست يضر، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيضا يا أحبة في نفس الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه أفإن مات الياء عليها دائرة مستديرة ما تنطق، هذا يسمى الصفر المستدير، ما تنطق هذه الياء، فتصير أفإن مات، نجيب كسرة الألف والنون على طول ونمشي. في الآية 146 وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا. كلمة ضعفوا ليست ضعفوا، العين مضمومة وتنتبه في النطق هي فيها صعوبة شوية، وما ضعفوا وما استكانوا. في الآية 152 صفحة 69 152 صفحة 69 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحو
تحسونهم بإذنه، وليست تحي تحسونهم، تحسونهم بإذنه. نشوف الوقت حتى لا يداهمنا، نبغى نستفيد أيضا من أسئلة الجمهور الأحبة والمتابعين. آخر كلمتين، صفحة 70 الآية 154، كلمة وليبتلي، وليبتلي الله، مو وليبتلي، وليبتلي، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص أيضا، وليمحص، مو تقرأ وليمحص تسكن اللام، هي مكسورة، وليمحص ما في قلوبكم. آخر كلمة لهذا اليوم الآية 71، الصفحة 71 والآية 160، إن ينصركم الله، ينصركم الله، الراء وقعت بين مضمومين، ما نقول إن ينصركم، لا، الراء ساكنة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن كلمة ينصركم الأولى غير الثانية، ينصركم الثانية الراء مضمومة، فتنتبه ما بين الأولى والثانية. نكتفي بهذا القدر يا أحبة بخصوص تصحيح الكلمات، ونكمل معكم إن شاء الله. الآن نفتح بعض التعليقات، وعندنا أيضا بعض الأسئلة نسألكم إن شاء الله. إذا أحد عنده سؤال يا أحبة يسأل يكتب، وإحنا في خدمتكم إن شاء الله. وإذا ما عندكم سؤال إحنا نسألكم. سؤالنا يا أحبة اليوم، انتبهوا إليه زين، عن الحيوانات عن الحيوان والطير في القرآن الكريم. أنا بقرأ آية أو مجموعة آيات وتقول لي ويش الحيوان أو الطير المذكور في ذي الآية. السلام، وهل موجود البث الآن؟ نعم موجود البث، وإحنا وياكم على البث الآن مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا، تذبحوا ماذا؟ ما الحيوان؟ اكتبوا اسم الحيوان إلا يكمل هذه الآية. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا، تذبحوا ماذا؟ أحسنت، بقرة، بارك الله فيكم. السؤال الثاني: فالتقمه فراغ وهو مليم، فالتقمه فراغ وهو مليم، وشو اللي التقمه ومن اللي التقمه؟ بس احنا نبغى الحيوان او هذا السمك او كذا. احسنت، هو الحوت، بارك الله فيك. زين، سؤال ثالث، ابغى السرعة من الشاطر. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى ام كان من الغائبين. هذا نبي الله سليمان، لا مو نبي الله، نوح، يونس، صحيح في السؤال اللي راح يونس. الهدهد، الجواب الصحيح الهدهد، صح. طبعا للمعلومية الهدهد، شو شباب، نبي الله سليمان أعطي ملك ما أعطي أحد من قبله ولا من بعده، لذلك يقال أن آخر نبي من الأنبياء يدخل الجنة هو سليمان لما نعم في الدنيا. النبي الله سليمان كان الطير والجن وكل شيء يخدمه، حتى مرة من المرات كان يمشي
وفوقه طيور كثيرة تظلل إلى عن الشمس. وديك اليوم جاء شمس على عينه، يعني في طير ناقص. فعرف طلع شاف مكان الهدهد مو موجود، فقال ما لي لا أرى الهدهد. نعم، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بعدين صارت القصة وعرف إنه راح إلى ملكة سبأ. زين، سؤال ثاني. فبعث الله كذا كذا فراغ يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، قصة قابيل وهابيل عندما قتله. وش اللي بعث؟ حتى يريهم كيف طريقة الدافع. أحسنت، هو الغراب. وللمعلومة أذكى طائر يقال في عالم الطيور هو الغراب، يحل كثير من المعادلات المعقدة، فسبحان الخالق. زين، نعطيكم بعد سؤال أو سؤالين. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأنتم عنه غافلون. هذا نبي الله يعقوب عندما خاطب أبنائه يقول لا تطلعوا ويا يوسف عليه السلام، أخاف أن يأكله أحسنت الذئب. الذئب هو الجواب الصحيح. طبعا الذئب هذه بالفصحى، أيضا في لهجتنا إحنا أهل القطيف مثلا ذيب. في رواية من الروايات في القرآن يسمى فأكله الذيب، أيضا رواية متواترة. آخر سؤال يا أحبة. يا أيها فراغ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها إيش؟ النمل. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ممتازين جدا. وخلنا أقول لكم حاجة عن النمل في هذه الآية. هذه الآية فيها دروس عظيمة جدا جدا. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها نداء، شوف لاحظ كم درس نداء. يا أيها النمل نداء، ادخلوا أمر، مساكنكم تحديد، لا يحطمنكم سبب، سليمان وجنوده ولا يشعرون عذر. أيضا شوف ذي النملة حذرت قومها لا يحطمنكم سليمان، وكلمة لا يحطمنكم دقيقة جدا. ما هو الشيء الذي يحطم؟ هو الزجاج. والآن العلم يكتشف أن النملة مكوناتها زجاجية، سبحان الخالق في دقة الألفاظ. وهم لا يشعرون، تقول يمكن يدوس فوقكم وهم ما يدروا عنكم، أيضا سوت عذر. وصلنا للختام يا أحبة، نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وأوصيكم في شهر رمضان بكثرة تلاوة القرآن الكريم جماعة أو فرادى. خلي لك ختمة ختمتين ثلاث، اجمع الأولاد والبنات واقرأ وياهم وصحح لهم، اقرأوا في الليل وفي النهار وفي كل وقت. أسأل الله عز وجل في الختام أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم. في سؤال أريد أعيد البث لمراجعة فقرة التجويد. اليوم ما سوينا فقرة التجويد، كل تصحيح تلاوة. وإن أردت التجويد إن شاء الله، ما أدري أزيدكم لفتة تجويدية ونختم بها إن شاء الله. شوف يا شباب، من الأشياء التجويدية ما يسمى بالإظهار. الإظهار يا أحبة حكم تجويدي من أحكام النون الساكنة والتنوين. وش الإظهار؟ إذا جت لك النون ساكنة بعدها حرف من حروف الحلقية مثل الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ستة أحرف تسمى الحروف الحلقية،
نظهر النون، يعني النون ننطقها. مثلا على سبيل المثال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكظم والغيظ عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو شوف فاحشة أو فاحشة تاء مربوطة، النون منطوقة لكن مو مكتوبة، فاحشة هذه نون جاء بعدها أو يعني همزة، فنظهر لا نقول فاحشة أو غلط، فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أيضا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نسأل الله في الختام يا أحبة أن يحفظنا وإياكم، هذا والحمد لله رب العالمين.